وهو في جرح اكتر من ان الست تتخان؟ انها تعيش عمرها كله مغشوشه في الراجل اللي بتحبه وبتنام جنبه، فجاه تصحى كده تلاقي كل دنيتها كذب في كذب. عادي، ده مش جرح. انه يضحك عليها كل يوم بحكايه شكل، حتى الهدايا اللي بيجيبها لها بيجيبها لها عشان حاسس بالذنب مش عشان بيحبها، مش كده؟ ده مش جرح. انا بس كل اللي قاهرني ان انا مش بس عشت مغشوشه، انا كمان عشت غبيه، لاني طول الوقت كنت بديك اعذار واقول لي حرام حسن طول الوقت شقيان في شغله، بلاش يا حبيبي اهدى شويه في شغلك، وانت تقول لي لا معلش معلش يا راجل، دي مصالح ناس، دي مساله حياه او موت، اتاريك بتحيي الناس كلها وتموتني. يا بنتي الكلام مش بالشكل ده، الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. انا مستعد انزل دلوقتي حالا اطلق الست التانيه كده بمنتهى البساطه، ولا كانك عملت حاجه. يا راجل حسن شريكي وعايز يعمل كده؟ لا مش شاريني، لو كان شاريني ما كانش خدني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس، ليه عملت كده؟ ما انا لو كنت رفضت ان انت تتجوز كنت هقول معذور، ده انا اللي قلت لك روح اتجوز بعد اخر عمليه تلقيح صناعي عملتها وفشلت. ليه لما قلت لك كل واحد يروح لحاله ما رضيتش؟ ليه عملت كده دلوقتي؟ علشان بيحبك يا راجل. لا مش عشان بيحبني، عشان بيحب نفسه ومش عايز يخسر حاجه. اهدي يا بنتي بس، الراجل بيقول شوف طلباتها ايه وهو مستعد ينفذها. تمام، وانا ما عنديش غير طلب واحد. وانا تحت امرك في اللي انت عايزاه كله. اتطلق. العيال دي حافظه الجبل يا احمد. اقف يلا. تمام يا فندم. بقولك يا علي. أمرني يا فندم. ركز لي في وش الواد ده كده كويس. هو ده يا فندم. هو ده اللي هرب من قوات وقاوم الكمين. ما حصلش، ما حصلش يا باشا، أقسم بالله العلي العظيم. ما أنا يا فندم حضرتك أكيد مشبه عليا. أنت متأكد إن أنت وطلعك من وسط مليار واحد؟ علي. أمرني يا فندم. البيت دي اللي كانت معاه ساعة الواقعة ولا مش هي؟ ركز. مش فاكر يا فندم. أنا ما كنتش مع حد، أنا أول مرة أشوفه النهاردة. آه يا زبالة يا واطية. لا هي يا باشا اللي كانت معايا، وبالأمارة اسمها هند وساكنة في المعادي. اهدى يالا، وطي صوتك وأنت بتتكلم قدامي. ألو. أيوة يا فندم. حاضر يا فندم. ثواني أبقى قدام ساعتك. ما اسمعش حس حد فيك لحد ما ارجع. مش انت؟ ها ده انا هنفخك. اتفضلوا. اتفضل. اتفضل. اتفضل.